هدد 12 ناديا بالانسحاب من النسخة المقبلة لدوري كرة القدم في حال إقامتها بعدد يزيد على 20 فريقا، داعين إلى إجرائها بنظام الدور العام تطبيقا للوائح لجنة المسابقات وللحفاظ على مسار الكرة العراقية. اجتماع طارئ جمع ممثلي الأندية المعترضة على قرارات الاتحاد الأخيرة القاضية بمشاركة 26 فريقا في النسخة الجديدة، مطالبين باحترام اللوائح وعدم مجاملة أي فريق على حساب الصالح العام. احنا نرفض هذا القرار بشدة، ولأنه بصراحة يسهم في خراب الكرة العراقية يعني، ويجلس على ما كان يعني. احنا بصراحة احنا أطلال كرة يعني، من تقارن سابقا الوضع مختلف تماما. احنا بالنسبة لنا يعني قرار الانسحاب وارد جدا، ولأنه لا يمكن أن نكون شاهد زور على هذا الدوري الفوضوي. المجتمعون ناقشوا أوضاع الدوري العراقي، رافضين تأجيل المباريات بذريعة لقاءات المنتخبات الوطنية، ومناشدين أعضاء الاتحاد بدفع الالتزامات المالية المستحقة للفائزين بالألقاب، وداعمين لإقامة بطولات الفئات العمرية ومساندة اللاعبين الشباب. 20 فريق يلعب دوري عام. المفاجآت الأخيرة التي ظهرت في تعليمات لجنة المسابقات أو الأخوان في الاتحاد هي التي أدت إلى هذه الوضعية. نحن نريد عملية تصحيح لما ذهب إليه الاتحاد من تقريبا حوالي 28 فريق، وهذا فشيء يعني غير معقول، يؤخر كرة القدم أكثر ما هي متأخرة الآن بالنسبة إلى الدول المحيطة بنا. راح أن المنافسة تتجسد بهبوط الفرق وصعود فرق، وكل من يأخذ استحقاقه. من شفنا فرق تجي بدون استحقاق وعلى شكل مجاملات من الاتحاد العراقي، فصار هذا الاجتماع مطلبنا وحيد ومطلبنا كنا متوافقين عليه. إجماع بين الحاضرين على إن اجتماعهم ليس موجها ضد إدارة الاتحاد، وإنما دعما للوائحه، ومن أجل أن تسير الكرة العراقية على سكة صحيحة خالية من المطبات والعثرات. بالنسبة للاتحاد إذا ما لبى الطلبات هي مو تعجيزية مثل ما يعني تفضلنا وحجينا، مو شغلة آلية الدور، هم قاريها نفسهم. أعتقد هاي الأندية صار قرارها هو الانسحاب من الدور، انسحاب من الدور العراقي، ويقدر هاي الأندية تقدر تنظم دور عراقي عبر المنظمات الاجتماع يعني المجتمع المدني عبر الدور. احنا كأندية نقدر نطالب شلون نبني دوري. 12 فريقا طالبوا اتحاد كرة القدم باعتماد المعايير القانونية في إقامة مسابقة الدوري العراقي للموسم المقبل من خلال إقامة البطولة بنظام الدوري العام من 20 فريقا، تصحيحا لمسار كرة القدم العراقية. عدنان لفتة، الحرة، بغداد.